اهلا بيكو. في الفيديو ده هنشوف علبة الفيوز دهيت وازاي بنستخدمها وفكرة عملها والمزايا اللي فيها. العلبة دي زي ما انتم شايفينها هي علبة فيوزات بستخدمها لو انا بعمل توصيلات كتيرة في العربية ومحتاج اوصل سلوك كتيرة من الطرف الموجب للبطارية لأي جهاز او اي سيستم انا بركبه جوه العربية. فأنا بستخدم الفيوز بوكس دهوت لتنظيم السلوك بتاعتي وتجميع كل الفيوزات بتاعة الأنظمة اللي أنا مركبها زيادة على العربية عندي في مكان واحد عشان أقدر أشوفها بعد كده قدام إذا كان في الصيانة أو إذا كان في عطلة حصل فيها أقدر أروح مباشرة على علبة الفيوز دي وأشتغل عليها. دي العلب الفيوز الـ 12 دي علبة الفيوز الـ 12 مسمار. انا عندي الست مركبة في العربية واعتقد في منها اربعة. طيب هي ايه الفكرة ببساطة شديدة؟ انا لو عندي اي جهاز بركبه في العربية بيبقى ببساطة شديدة ليه سلكتين، سلك موجب وسالب، بتبقى السلوك جاهزة على انها تتركب في البطارية والطرف السالب في اي حتة في العربية بالمنظر ده هوت كده، وده هنا للطرف الموجب السلك الاحمر والسلك الاسود للطرف السالب. السلك اللي بياخد اللي بيجي من البطارية بيبقى لازم يكون فيه فيوز، اللي هو العلبة السودة دي اللي هي موجودة في السلك دي بيبقى جواها منها فيوز علشان يحمي الدايرة لو حصل فيها اي شورت او حاجة، ما يحصلش ان الجهاز يبوظ او السلك لا قدر الله يحصل فيه يتفحم او يولع. طيب لو انا بستخدم كذا جهاز وكذا توصيلة بوصل كذا سلك من دول على البطارية بصورة مباشرة، هنا زي ما انتم شايفين الطرف الثاني بيبقى جاهز ان انا اركبه في اي حاجة. فعلى سبيل المثال هنا معانا الولاعة دي بتوصل الطرف الموجب بالموجب والطرف السالب بالطرف السالب والطرفين اللي عندي الاحمر والاسود دول بيتوصلوا زي ما قلنا بالبطارية وبالطرف السالب عندي او بالتوصيلات بتاعتي على حسب شكلها. فزي ما قلت الفكرة بقى هنا ايه او ايه الميزة هنا، ان انا لو انا هوصل كذا جهاز على البطارية ومحتاج اديله مصدر كهرباء، بدل ما اوصل له من اي ضفيرة في العربية مباشرة بصورة مش كويسة، هنا زي ما انتم شايفين بيبقى ده الشكل العام. لو انا بوصل كذا سلك في البطارية بالمنظر ده هو ده شكل مش محبز، بستخدم انا علبة الفيوز دي علشان انظم الدنيا. زي ما قلت لكم انت بتحتاج توصل طرف موجب مباشر على الانظمة اللي انت عايزها تركبها في العربية، فيا اما بتاخدها من ضفيرة العربية من جوه وده مش صح، يا اما بتاخدها من البطارية مباشرة زي الصورة اللي شفناها كده من شوية. الاحسن ان انت يبقى عندك الفيوز بوكس ده تنظم بيه التوصيلات. هنا زي ما انتم شايفين الفيوز ده هو عبارة عن 12 مكان، 6 يمين و6 شمال، والمكان اللي في النص ده هو ده المدخل الرئيسي للكهرباء من البطارية. هو نفس فكرته زي فكرة السلك دي، بس يعتبر كأنه كذا سلك مع بعض في حاجة واحدة. هي الفكرة هنا كلها برضو اهي، الطرف اللي بيوصل في البطارية في السلك الأحمر ده المناظر ليه المسمار هنا، ادي الجزء ده هوت ده المناظر، دي نفس الفكره برضو. السلك الاحمر في مكان البطاريه وعلبه الفيوز والطرف اللي بيوصل للجهاز، علبه الفيوز برضو فيها نفس الكلام، مكان البطاريه والفيوزات والمسامير اللي في الجنب اللي بتوصل للاجهزه بتاعتي. فهو يعتبر كانه نفس فكره السلك بس اقدر اخد منه كذا سلك مع بعض. هنا هنشوف التوصيل، انا بجيب ترميله كبيره محمله زي دي بيسموها كوس باللغه الدارجه في المحلات، بوصلها هنا هوت ودي بتبقى جايه من البطاريه. هنشوف دلوقتي ازاي السلك ده بنجهزه بصوره سريعه. يعني هنا زي ما انتم شايفين المسمار ده مجهز بيه ورده سوسته علشان مع الاهتزازات والحركه ما تفكش او الصاموله تريح، عشان اضمن دايما ان في باستمرار كونتاكت مع الطرف ده. تركيبه بيبقى بسيط، بحط الترميلة دي او الترمينال دي هنا وبحط عليها الوردة العادية والوردة السوستة وبربط الصامولة عليها، بربطها باحكام عن طريق استخدام مفتاح او لقمة بنفس مقاس الصامولة.
انا كده يعني يعتبر خدت من البطارية مباشرة لعلبة الفيوز كابل واحد. الكابل ده مقاساته هنشوفها بعدين قدام ازاي نحددها. وباجي بعد كده اوصل الجهاز اللي عندي اللي انا عايزه بالاطراف دهيت. الاطراف دهيت انا ممكن استخدم لها كذا نوع من انواع الترامل في المقاسات المختلفة بتاعتها موجودة، يا اما شكل الشوكة يا اما شكل الدايرة دهيت، في منها المقاسات مختلفة والوان دي بتمثل المقاسات، الازرق مقاس والاحمر مقاس والاصفر مقاس على حسب السلك اللي هتركبه عليها. انا بفضل بستخدم الترميل الشوكة لسهولة تركيبها. بتتركب برضو هنا تحت المسمار كده، وبرضو هنا المسمار مجهز بوردة سوستة وبوردة عادية علشان ما تفكش الوصلة مع الوقت او مع اهتزاز العربية ساعة الاستخدام. يعني بربطها بطريقة مايلة كده علشان السلوك اللي تخرج منها تخرج مش على العدل، تطلع بميل شوية، فاعرف امدها في الاتجاه اللي انا عايزه. كده يعتبر انا وصلت نظريا علبة الفيوز وغزيت بيها جهاز معين. هنا الغطاء البلاستيك ده محكم من ناحيتين بكليبستين كده زي ما انتم شايفين، بدوس عليها لجوه بقدر افك الغطاء عشان ابتدي اقدر احط الفيوزات بتاعتي. برجعها تاني بنفس الطريقة وهي محكمة اهي، ما بتتفكش من مكانها، بتبقى ماسكة كويس. برضو بحب انبه ان العلبة دي مش مضادة للمية، فيا اما هتركبها في مكان بعيد ان يطوله ميه ساعه غسيل او ساعه مطر، او لو مضطر تركبها على كده على في مكان فيه يعني ممكن توصله ميه. هنشوف ممكن نعمل ايه. هنا انا بركب الفيوز بتاعي اهوت في مكانه عادي. انا بيجي مع العلبه اربع انواع من الفيوزات بكميات مختلفه، من اول ال 5 امبير 10 امبير 15 و20. انا ممكن تستخدم ال 25 لو عايز عليها، انا اوريدي مستخدمه عندي. وبيتركب بالمنظر دهوت، وبتقفل العلبة بعد كده عليها، وانت كده تعتبر كأنك وصلت من البطارية للطرف الاولاني دهوت الكهرباء او ال 12 فولت. هنشوف دلوقتي ازاي نحدد احمال السلوك. الجدول ده انا بحب استخدمه دايما، ده بيمثل ال 12 فولت الدي سي الدايركت كارنت مش الاي سي، منبه على ده كويس. هنا في الجزء الاولاني بحدد الامبير اللي هسحبه. الجدول بيتعامل من اول 5 امبير لحد 200 امبير لو انا بركب حاجه حملها كبير. بعد كده بحدد حاجه اسمها السيركت تايب او نوع الدايره اللي بشتغل عليها، في كريتيكال ونون كريتيكال. الفرق ما بينهم ان انا لو كريتيكال دي اللي بوصل لحاجه مهمه في تشغيل العربيه، او نون كريتيكال لو حاجه مش مهمه زي اناره، زي مثلا المرايات الكهرباء بفتحها واقفلها بيها، فدي حاجه نون كريتيكال. الكريتيكال زي حاجات اساسيه في تشغيل العربيه، زي فرضنا ترمبه البنزين او حاجه زي كده. فهنا بتحدد نوع الدايره اللي هتستخدمها. في الغالب كل التوصيلات الثانويه بتبقى نون كريتيكال. بعد كده بحدد طول السلك من الجدول دهوت. عندي طول السلك مكتوب بالفيت وبالمتر علشان اللي بيستخدم اي نوع من الوحدات يقدر يستخدمه بسهوله. هنضرب مثال هنا، ان انا لو عندي حاجه هركبها 10 امبير في نون كريتيكال سيركت، همدها مثلا 5 متر، فانا عندي جدول هنا بيقول من ايه؟ من 0 ل 6 متر، يبقى انا محتاج سلك 16 اي دبليو جي. 16 اي دبليو جي دهوت يناظر 1.5 مللي سلك مقاسه من الجنب هنا على الشمال اهو، ده التحويل ما بين الاي دبليو جي والمليمتر. كده انا حددت مقاس السلوك بتاعتي بركبها. السلك اللي بيجي من البطارية سلك بيكون محمل وكبير، ولو انت عايز تتأكد من كلامي بص على السلك الاوريجينال او الفابريكا بتاع العربية اللي خارج من الطرف الموجب عامل ازاي، هتلاقيه سلك تخين جدا ومحمل جدا، ده علشان اقدر اخد ال 50 امبير بتوع البطارية اوزعهم جوه العربية. هنا نفس الكلام، انت بتحتاج تجيب سلك محمل برضو بنفس الطريقة دهيت عشان يستحمل الاحمال اللي بتحطها. فبتحسبها بحسبة بسيطة، بتشوف انت هتستخدم كام نقطة، وكل نقطة هتوصل عليها بالتقريب كام جهاز وحملهم قد ايه، وبناء عليه بتحدد الحمل الرئيسي بتاع السلك الاساسي اللي انت عايزه. هنا شكل السلك اللي انا بوريه لكم ده، اعتقد سلك 8 ملي او ادخن شوية، بوصله باستخدام التيرمينال دي او الكوسة دي يعني بيسموها الكوس.
ليها ادوات معينه لربطها على السلك، دي ادوات بتبقى متخصصه وغاليه، بتبقى شبه دي شويه بس دي المقاسات سلوك صغيره جدا. انا بركبها باستخدام طريقه بسيطه، ان انا بجيب زي اجنه مسطحه وبدق عليها بالشاكوش لحد ما اتاكد ان هي قفلت كويس جدا على السلك من كذا نقطه، بحيث ان اضمن ان في تلامس قوي مع السلك في كذا مكان. بنفس الفكره دي كده بدق عليها بس بحاجه مسطحه مش بحاجه مدببه، من ورا ومن قدام لحد ما اتاكد انها قفلت كويس. وممكن اللي بيعرف يستخدم قصدير بعد كده يسخنها ويبتدي يملاها قصدير من جوه عشان يتاكد تماما ان هي اتملت من جوه ماده موصله مع السلك، واضمن ان في تواصل كويس ما بين السلك وما بين الترمينال. بعد كده باجي اعزلها بحاجه اسمها هيت شرينك او بيسموها ريكم، وبشريط لحام باستنبار. انا كل السلوك بتاعتي اللي بستخدمها بمدها بعمل عليها شريط لحام عازل علشان اضمن ان السلك ما يجرحش او يتخدش ويبتدي يتكشف النحاس بتاعه. دايما كل السلوك قبل ما امدها بلف عليها شريط لحام، ده للهدف اللي انا قلت لكم عليه. تاني حاجه برضو بيدي شكل انه مش باين عندي كده سلوك كتيره ملونه في العربيه ظاهره عندي. بربطها في مكانها بالمنظر ده هوت كده وبربطها كويس، والطرف التاني بكون مجهزه بنفس الشكل عشان اربطه في البطاريه زي ما انتم شايفين هنا كده هو. يبقى انا كده غزيت علبه الفيوز من البطاريه. باجي بقى بعد كده دلوقتي ابتدي اشوف ازاي بجهز السلوك بتاعتي اللي انا همدها للانظمه او الاجهزه اللي هركبها في العربيه باستخدام الترميله الشوكه دهيت. انا عندي سلك اهو، لو فرضنا ان هو ده السلك اللي انا محتاج اوديه لمثلا انذار او ولاعه او وات ايفر، اي جهاز عندي يعني، بجهزه بالشكل ده اهو. ببتدي اقص السلك، اكشف جزء منه، هنا انا بوريكم انا كشفت جزء كبير علشان اوريكم ان هي كده لا مش صح، لازم اقصرها شويه، ما ينفعش تخرج السلك النحاس لبره قوي كده، فبتظبط تقشير السلك يا دوبك على قد الجزء اللي هو ايه اللي جوه الجزء البلاستيك الازرق ده اهو. وباستخدام ممكن كماشه عاديه او لو انت عندك كماشه الترامل دي ممكن تستخدمها على طول، او باستخدام كماشه عاديه ممكن تقفل عليها. انا هنا بركبها وبحاول اتاكد ان انا هضغط في النص مباشره ما بين الجزئين اللي انتوا باينين عندكم المعدن دول عشان ينزلوا هما الاثنين على السلك في نفس الوقت، او ادخلهم جوا بعض بحيث ان هما يربطوا على السلك كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. هنا كده انا نزلت الجنب الاولاني ولفيت على الجنب التاني وبرجع اقرص على الاتنين مع بعض بحيث ان هما يمسكوا على السلك. تمام. كده الترميلة مسكت في السلك تمام. ببتدي ممكن اعزلها بشريط لحام او بستخدم تاني هيت شرينك مناسب، بكون مركبه الاول قبل ما اعمل الموضوع ده هوت، قبل ما اعمل الترميله في السلك عشان مش عارف ادخلها بعد كده، بكون معديها الاول في السلك قبل ما اركب الترميله. ده انواع الهيت شرينك او الريكم باللغه الدارجه في المحلات، في منه مقاسات مختلفه والوان مختلفه، بيغطي كل انواع السلوك. ده هنشوف ايه ميزته، ان انا بقدر اقص منه الجزء اللي انا عايزه وابتدي اغطي بيه الجزء اللي انا عايز اعزله زي في الشكل كده او في الصورة. Thank you.
وبستخدم انا بستخدم ولاعه عشان اسخنه علشان يمسك على السلك، او لو انت عندك حاجه اسمها هيت جن ممكن تستخدمه على طول. لو هتستخدم ولاعه كن حريص ان لهب الولاعه ما يلمسوش مباشره عشان ما يتلسعش ويتحرق، خليك من بعيد وخد وقتك لحد ما تلاقيه هو كده كش على السلك وخد رسمته زي ما يكون كده بقى استريتش عليه يعني. هنا هتلاقوا اتلسع مني بالولاعة، وده مش صح، المفروض تكون بتتعامل من بعيد وبلهب متوسط لحد ما هو يشرنك على السلك مظبوط بالشكل ده كده. هتشوفوا هنا ايه مكان اللسعة اللي اتلسعت، ده مش صح، دي معناها ممكن تقطع مع الوقت، لو كده بتشيلها وبتغيرها تاني. باجي بعد كده بوصل التيرمينال بتاعتي، في المسمار بتاع علبة الفيوز وبربط عليه، وبكده يبقى انا جهزت التوصيلة بتاعتي. بكرر بقى نفس الكلام لحسب الاعداد اللي انا عايز اوصلها من علبة الفيوز دي لحد جوه العربية او الاماكن اللي انا عايز اوديها ليها السلوك ال 12 فولت من البطارية مباشرة بنفس الطريقة دهيت. وزي ما قلنا الطرف التاني بيروح للبطارية يتربط معاه زي ما شفنا قبل كده. طيب هنا انا عشان ركبته في مكان ممكن يتعرض ليه مية من مطر او غسيل، جبت السكوتش ده الـ3M، ده مش لازق، ده عبارة عن مادة سيليكون بتلزق على بعضيها وبتتفاعل مع بعضها وتمسك وتلزق وتبقى قطعة واحدة ضد المية وعازل للكهرباء. هي زي ما انتم شايفينها كده، هي ما فيهاش مادة لازقة، بقطع منها الجزء اللي انا عايزه بالاطوال اللي انا عايزها وبشيل اللزقة البلاستيك اللي فوق دي كده وببتدي اعزل بيها كل الاجزاء اللي ممكن يوصلها مية للعلبة دهيت او يخشها مية. طريقة استخدامه ازاي؟ بثبته بدايته في مكان واشده كاني بعمل له ستريتشنج على الاماكن اللي انا عايزها. هو لما يبقى ستريتشد ومضغوط على اللي تحت منه بيبتدي مفيش، مع الوقت بمرور الوقت ساعات يعني يلزق في بعضه ويبقى قطعه واحده، حتى لما تيجي تفكه بعد كده هتحتاج تقطعه بكتر او بمقص مع بعضه كله حته واحده. هنا بس انا بضرب مثال ازاي بعزل الحاجه وبستخدمها. هحتاج اعزل كل الاماكن اللي ممكن يخش لها ميه بدايه من النقطه دهيت ومن الجنب هنا ومن الجنب هنا برضو بعد ما اكون ركبت كل السلوك اللي انا محتاجها وبالعرض ومن الناحيه الثانيه برضو، بس احافظ على ان العلبه اعرف افتحها واقفلها ما يبقاش لزقت عليها فما اعرفش افتحها خالص اللي هو الكفر البلاستيك. وبرضو من الظهر ورا هنشوف ان برضو المسامير دي ليها من الظهر باينه، اتاكد ان برضو ان انا عازلها تماما عشان ما يخشهاش ميه. ده لو في حالة هتركبها في مكان زي ما قلنا ممكن توصله مية. باخد برضو من السكوتش بتاعي قطع وابتدي ألزق بيها بنفس الفكرة، بثبتها واشدها وابتدي ألف الحاجة بتاعتي أعزلها. هنا زي ما شايفين في الظهر اهو في برضو المسامير باينة، لازم أعزلها عشان ما يجيش عليها مية ويحصل فيها قفلة. لو انت مش هتعمل كده خلاص، لو هتركبه في مكان معزول او هتركبه في جوه العربية مش هيوصله مية، تقدر تركبه على طول كده وتستخدمه مباشرة. لازم اتأكد ان برضو زي ما قلت ان العلبة تفتح وتقفل معايا بسهولة، مش من نتيجة لزق العازل ده ما اعرفش افتحها واقفلها تاني، عشان لو عايز اعمل حاجة في الفيوز فرضنا فيوز ضرب وعايز اصلحها. زي هنا ده الشكل بتاعها اللي انا مركبها في عربيتي، انا مستخدم علبة 6 موصلها بالشكل ده، وده الطرف اللي جاي من البطارية ورايح لعلبة الفيوز، وهنا باين عندكم انها معزولة تماما، وبعد كده السلوك اللي خارجة منها انا مدخلها من فتحة بيت النار دي لجوه العربية بتاعتي، ودي السلوك كلها اللي انا استخدمتها بعد كده في كل توصيلاتي. طيب ايه الميزة التانية اللي ممكن نشوفها في ال
علبة الفيوز بوكس دهيت، هعمل لكم تجربة صغيرة كده عشان اوضح لكم حاجة فيها ميزة صراحة، هي ميزة كويسة جدا فيه. هستخدم بطارية صغيرة 9 فولت، بان انا هشغل دايرة كما لو كانت دايرة في العربية يعني. فانا بوصل الطرف الموجب للبطارية بالطرف الموجب في علبة الفيوز، و حاطط انا فيوز اهو في المسمار الاولاني، وهوصل طرف تاني بأي حاجة عندي، ممكن لمبة ليد او اي حاجة عندي، بحيث ان انا اعمل دايرة اقفل بيها اعمل دايرة يعني مقفولة، عشان اوريكم الفكرة اللي انا عايز اقول لكم عليها. دي فيها ميزة في حالة لو الفيوز ضرب مني او حصلت فيه قفلة، العلبة دي بتبين لي الفيوز اللي ضرب هو فين. هنا هوت اللومض اللي انتوا شايفينها في النص دي لومض بيان، طول ما هي مطفية معناها ان الدائرة سليمة، لو في واحدة منهم منورة معناها ان الفيوز ضرب، ففكرة ان الفيوز ضرب كما لو كنت شيلته يعني. فانا هشيله هنا، هتشوفوا ان اللمبة هتنور، ده معناها ان الفيوز هنا اتحرق او ضرب يعني. هي ممكن تكون مش باينة مع الفلاش، فانا هطفي الفلاش واوريها لكم تاني. هنا اهي زي ما انتم شايفين اللمبة اهي منورة، ده دليل على ان الفيوز مش موجود او الفيوز ضرب يعني اتحرق، او في حاجة باظت في الدايرة عندي. فاقدر اعرف الدايرة اللي فيها مشكلة عندي في العربية فين. لما هاجي ارجع الفيوز تاني هتلاقوها طفت اهيت، وده معناها كده ان الدايرة سليمة وشغالة مظبوط. لو رجعت شلتها تاني اهي بتنور. فده معناه هنا ميزة في الفيوز بوكس ده، انه بيعرفني على طول من بصة كده على العلبة بتاعته من بره، اذا كانت الدنيا تمام ولا في حاجة عندي فيها مشكلة، وفين حاجة فيها مشكلة وفين. طبعا العلبة البلاستيك اللي فوق بتاعته اللي في الغطا دي، انت ممكن تجيب عليها ستيكرز وتلزق عليها زي الاسامي بتاعت الوصلات دي ايه، زي ما انتم شايفين هنا كده في مربعات بيضة كده شفافة، ممكن تكتب عليها بقلم او تلزق عليها ستيكر توضح التوصيلات دي رايحة فين وجاية منين. برضو حبيت اوضح لكم ان هو بيجي معاه هنا هو في 4 اماكن تثبيت، لو انت عايز تثبته بالمسامير، المسامير دي نافدة بتعديها من جوه لبره مش العكس، عشان تثبته بالشكل ده هوت. المسامير دي بتبات مش بتأثر على قفل العلبة او فتحها، ومش بتتلامس مع اي فيوز من اللي انت مركبه. ده لو انت عايز تثبته تثبيت تام، انا بالنسبة لي ثبته صراحة بقفيز بلاستيك، وده كافي بالنسبة لي، ومش محتاج ان انا اخرم مخصوص في جسم العربية عشان لو حبيت افك الكلام ده في المستقبل يبقى ما عملتش حاجة في العربية عندي او في الصاج بتاعها. فهو ميزته ظريفة صراحة في الاستخدام بتاعه بالشكل ده هوت، وانا شايفه صراحة حاجة كويسة ان انت تشتريها عشان تنظم توصيلاتك، خاصة ان في الالتو الناس بتركب حاجات كتير عشان تعوض العربية نقص الكماليات والاوبشنز اللي مش موجودة او مش نازلة بيها. اهم حاجة بحب اكد عليها السلوك اللي هتستخدمها تكون مراعي احمالها. هنا حبيت اقول لكم ان في بيجي منه نوع مش بمسمار، بيسموها ويدج كده، وبتتركب معاه ساعتها الترملة اللي هي النتاية دي بتخش فيه كده. انا مش حاببها ومش بحبزها، انا بحب الرباط المسمار لانه امن وما بيخليش الوصلة تفك مع الوقت او مع الاهتزاز بتاع العربية، بس ده موجود انا ما بفضلوش، لان انا هنا صراحة بربط زي ما قلت لكم باستخدام الشوكة او الوردة اللي هي الترملة دي دولت في المسمار، أأمن وبنسى إن ممكن تفك مني قدام. هوريكم صورة لشكل العلبة اللي هي بتيجي، شكل علبة الفيوز اللي بتيجي مش بمسمار، بال بيسموها الويدج أو سن، بيسموها سن، بتيجي ترمله سن.
دي الصورة بتاعتها اهيت، مش مسمار زي ما انتم شايفين، لكن المسمار اللي بياخد من البطارية ده لازم يكون صامولة، هي بالشكل ده. انا مش بحبزها بس متوفرة لو حد عايزها، بس انا بفضل الرباط المسمار. الفكرة كلها في الاخر زي ما كنت بقول السلوك وتحملها، راعي ان السلوك تختار فيوز حمل مناسب وسلك مقاسه مناسب للتوصيلات اللي انت هتحتاجها، وبناء عليها بتحسب السلك الرئيسي اللي انت عايزه من البطارية يجيلك مقاسه قد ايه عشان يستحمل الاحمال اللي هيوزعها جوه علبة الفيوز دي، حسب الجدول اللي احنا كنا شرحناه في نص الفيديو في الاول، علشان يبقى التوصيلات بتاعتك كلها سليمة وما تلاقيش الفيوز بيضرب منك كل شوية، او لا قدر الله السلك اللي واخد من البطارية لعلبة الفيوز ده ممكن يتفحم، لان السلك ده لو انتوا خدتوا بالكم مش واخد فيوز، ده واخد من البطارية لعلبة الفيوز مباشرة، ما فيهوش فيوز متوصل فيه، فيستحسن تكون عامل مقاسه بطريقة مناسبة للأحمال اللي انت هتركبها على علبة الفيوز. وبكده نبقى غطينا فكرة عمل العلبة دهيت وطريقة توصيلها وطريقة استخدامها وازاي بتشتغل، وفكرة ازاي اعرف افحص الفيوزات اللي بايظة فيها واعرف المشاكل اللي عندي فين. هنا زي ما انا بقول لكم الكابلات يستحسن تجيبها مقاساتها مناسبة، السلك يكون مقاسه كبير ومحمل على حسب الاحمال اللي انت هتستخدمها. بشكركم وأتمنى الفيديو يكون عجبكم، وانتظروني في فيديوهات أخرى جديدة.